ازيكم يا رزيعه؟ في حلقه جديده من حلقات رزع الفانتسي وحلقه الجوله ال 13 والدوري الانجليزي. لا بيمسي علينا بيمسي علينا، يعني توقف دولي. اي نعم، رجع لنا باسبوع ما احلاه والله العظيم، بجد اسبوع خطير. كميه اجوان، كميه ماتشات حلوه، كميه اقاله مدربين جديد جايه، حاجات مهازل بتحصل. موسم السنه دي غير اي موسم فات قبل كده، وبالتاكيد الموسم الخيالي ده مأثر على كل بقى اللي بيلعبوا فانتسي زي حالتنا. فيلا ارجوك لايك شير سبسكرايب، بيفتح جرس التنبيهات عشان الحلقات اول ما بننزلها، ويلا بينا نرزع بسرعه. ازيكم يا رزيعة؟ يعني انتوا شايفين زي ما انا شايف كده، ولا انا بس اللي حاسس ان الدوري الانجليزي السنة دي في حتة تانية خالص، بعيد عن كل الدوريات، مستوى مختلف تماما، ولا انا بس اللي شايف؟ حد يقول لي بجد، قولوا لي في الكومنتات هل حاسين الاحساس ده ولا لا. انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات. انا عايز اقول لك ان الفرق بين المركز العشرين والمركز العاشر اللي هو كريستال بالاس ونيوكاسل، شوف نيوكاسل عاملة ازاي دلوقتي، وكريستال بالاس بقى وجالجر وبنتيكي والدنيا هايصة عندهم، فرق 10 نقط، يعني 3 4 ماتشات يجي فجأة العاشر يبقى العشرين ايزي. وده في وجهة نظري، لان اللي فوق بقى الناحيه الثانيه بقى من الترتيب او النص الثاني من الجدول بقى مستواهم عالي قوي، فلازم عارف يعني ايه، الفرق حتى التعبانه بقت برده جامده عشان تعرف تمشي في نفس الدوري. ما مش عارفين يعملوا ايه، الناس اللي فوق عماله تبعد تبعد تبعد، وانت لازم تقرب منهم عشان تعرف تواكب الدوري، يا اما تجد العجله هتدوسك زي اللي نزلوا السنه اللي فاتت واللي قبليها وكالعاده يعني. وبما ان الدنيا هايصه في الدوري ومعايا انا شخصيا سعيد الصراحه، بقى فرق بيني وبين سلمى 14 نقطه، 14 كانوا فاكر 80 بقى 14، فانا فرحان شويه الصراحه، فقلت امسي عليكم حلقة نكسر بيها الملل ونكسر بيها الروتين ونعمل بيها حاجة جديدة ما عملناهاش قبل كده، وفي نفس الوقت تبقى برضو بتلم كل الأحداث وكل اللي عايزين نشتريه وكل رغي الفانسي اللي انتوا عارفين اللي احنا كنا في العادي بنلمها بإفكس أصبر الحق. لا، أهل الملك المرة دي بطريقة مختلفة تمشي مع اللي بيحصل في الدوري ده. طيب بما إن احنا داخلين بقى على فترة بقى الكريسماس والدبل جيم ويكس والحاجات المزنوقة، كمية الماتشات المرعبة اللي بتتلعب في الدوري الإنجليزي في الفترة اللي جاية بتاعت 11 آخر 11 و12 بقى بالذات وأول واحد دي، لازم بالتأكيد يكون عندك بنش بجد مش طبيعي. دي نصيحة بقى الفتره اللي جايه دي، صدقني هتلحقك في يعني اسابيع ياما بجد. التلات لعيبه اللي في الدكه لازم يبقوا ثلاثه بيلعبوا، بلاش اثنين. والفتره دي انت زي ما انت شايف يعني كريستيانو وكين والناس الغالي دي ما بيعملوش قوي، فانت كده كده المفروض يكون معاك فلوس في الفريق، دايما خلي الثلاثه بيلعبوا. صدقني دياز الاسبوع ده قعد فجاه سبحان الله، رافينيا نفس الكلام، لعيبه كتير قعدت، فده هيحصل كتير قوي الفتره اللي جايه طبيعي. الفرقه الكبيره عندها روتيشن، والفرقه الصغيره حتى والله في الدوري الانجليزي بقى شويه عندها روتيشن، ولو هيستخدموه اكيد هيستخدموه في الفتره اللي جايه دي، فلازم دايما يكون عندك دكه بتلحقك دايما. وعشان كده هبدا لك المره دي بفقره انا مسميها لك المهاجمين اللي ببلاش. فكرة مهاجمين بلاش دي اكيد باين من الاسم طبعا، يعني نتكلم على اللعيبه الرخيصه اللي في الهجوم طبعا. ده على ليه؟ عشان انت دلوقتي عندك مهاجمين كتير قوي من الغاليين، ما فيش نقطتين بقى هاري نقطتين، بقى كريستيانو نقطتين، بقى انطونيو نقطتين، بقت الموضوع مهزله، بقى فاردي نقطتين برده، فالموضوع ابتدى يبقى خنيق. نبدا نوزع الفلوس شويه، اللي عندهم كريستيانو زي حالتي اكيد خلاص مش قادرين، اللي عندهم كين لسه جايبينه او ما عندهم بقى لهم فتره، تهالي كين لا يتصبر عليه طبعا، لسه يعني الدنيا لسه هتبدا تسخن مع كونتي، فالموضوع مختلف شويه. لكن مثلا فاردي فيها وعليها، الناس مخنوقه من الفورم اللي في كام اخر كام ماتش اللي فاتوا دول، بس الماتشات اللي جايه حلوه قوي، فلسه بيحسبوها يعني مش ماشيين كويس المهاجمين الغاليين. فاحنا نفكر بقى في الرخاص اللي بيبقوا انيبلرز يخلونا نعرف نجيب نص ملعب قوي ونجيب اكتر دفاع قوي، هي دي بقى اللي هنركز عليها بس في فقره ثانيه في اخر الحلقه. طيب اول اثنين هبتدي بيهم هو ثنائي واتفورد، جوشوا كينج ودينيس، الاثنين اللي يعني واحد فيهم ب 5.2 والثاني فيه برده ب 5.5 ولا 0.6 دلوقتي جوشوا كينج. وبصراحه الناس دي اون فورم فعلا، يعني رانيري اداهم الباونس ان كل اي فريق بيستناه من مدرب جديد اداها لهم، ماتش حلو جدا ضد يونايتد قبليها برده بداوا يشتغلوا، لكن هم مشكلتهم معايا ان هم داخلين على ماتشات صعبه قوي، فانا ما رجعهمش دلوقتي. انا شايف ان هم لعيبه كويسه جدا، عيني عليهم جدا، بس اصبر ثلاث ماتشات عشان هم عندهم ماتشات صعبه، ومش اللي هي صعبه في الجدول بس وخلاص، لو تلاقي بس الاخر مثلا توتنهام او ارسنال او يونايتد فرق قويه، بس طبعا مش في اقوى حالاتها اللي هو ممكن وممكن، لكن دول لا، بكلمك في تشيلسي والسيتي اللي غالبا ما تدخلش فيهم اجوان وعاده بيجيبوا اجوان، فعارف الموضوع بيبقى ايه، بيبقى صعب. لو عندك مهاجم ما توقعش منه حاجه، عندك مدافع توقع انه هيلبس اجوان، فالموضوع بيبقى خنيق ضد تشيلسي وسيتي وليفربول خصوصا السنه دي، موضوع صعب قوي. فدول عندهم في الثلاث ماتشات اللي جايين، فلا اصبر شويه على الناس دي. بس برضو عندك في نفس السعر اللي بخمسه وشويه ده عندك بوكي، بوكي برضو رجع، تخيل سبحان الله، بص الدوري بقى بيرجع ناس عشوائيه، يعني دين سميث اهو راح برضو كسب نورتش ماتش، طلعهم من مركز ال20، ففي اكيد تفاؤل، يعني لما تنط مركز من ال20 دي اكيد هتديك دفعه شويه يعني شويه بس كده. فبوكي عنده ماتشين ثلاثه مش صعبين قوي، ممكن يطلع منهم بحاجه مع ضربات جزاء 5.8 عادي، وده لعيب اساسي بيلعب على طول،
طول هتبقى حاطه على الدكه حتى مش هيبقى فارق معاك، بس ممكن تطلع منه بنقط في اي ماتش ينزل لك فجاه يجيله بيلت تبقى حلوه جدا في الفتره الصعبه اللي احنا داخلين عليها دي. نطلع عن السعر ده شويه ل 6.3، عندك الدبابه كريستيان بنتيكي برده سبحان الله رجع يجيب جوان هو كمان، بس بقى ده كريستال بالاس اصلا في فورم حلوه جدا، هم بقول لك العاشر على الترتيب دلوقتي، فييرا عامل ماتشات كويسه جدا الصراحه، فاللي ما عندوش جالاجر اللي لسه ما جابوش او ما عندوش زه او ما عندوش حد من كريستال بالاس وبيفكر في مهاجم ممكن تفكر جدا في بنتيكي. عندك بعديها ممكن تنط 6.8، عندك برده سانت ماكسيمين الراجل الدحلاب اللي محدش بيعرف يمسكه مع كالوم ويلسون، نزلوا للترتيب ال20 بس لا اتوقع ان هم عندهم ارسنال الماتش اللي بعديه، بعديها نوريتش في بيرنلي اسهل شويه، ممكن الثلاث اربع ماتشات اللي جايين دول يطلع منهم حاجه، اكيد هيبقوا عايزين يباونس باك مع ايدي هاو، ماتش كان مخيب للامال الماتش اللي فات، اي نعم عارف يجيبوا ثلاث اجوان بس لبسوا ثلاث اجوان، فبرضه ده يديك مؤشر ان هم بيعرفوا يوصلوا وممكن يجيبوا جوان في الماتشات اللي جايه. بعد كده عندك بتوع ساوثهامبتون، ساوثهامبتون بقى اللي مش مفهوم، ماتشين يبقوا ماشيين كويس قوي ماتشين يقعوا، لسه برضه مش قادر احدد اذا كان ارمسترونج وشي ادمز وبروجا الثلاثه ايه نظامهم او برويا انا اسف، بصوا اسعارهم كويسه قوي بخمسه برضه بوينت حاجه، يمكن شي ادمز اغلاهم سنه بس الثلاثه على بعض مش غاليين، فلو حبيت انت مايل مع واحد فيهم ممكن تجيبه، بس كمان شويه ماتشاتهم مش حلوه، عندهم ليفربول اللي جاي على طول فمش ألذ حاجه، بس يعني ممكن نتفرج كده ليفربول هل فيهم امل يلعبوا ماتشات تقيله ولا هو يا دوب ايه على نورتش والناس السهله اللي اضعف منهم وخلاص على كده. الفقره اللي بعديها بقى نتكلم على الدفاع شويه، عشان الدفاع السنه دي في سؤال كبير كده دلوقتي بدا يتبروز، وهو هل العب بخمس مدافعين ولا لا؟ ورايي انا الشخصي في الفتره اللي احنا فيها دي تقدر دلوقتي حالا تلعب بخمس مدافعين وبجد تمشي زي الفل وفريقك كمان قدام يبقى كويس جدا وعندك لعيبه كويسه ولعيبه من الغاليه كمان عادي، يعني الموضوع مش صعب، بس الميزه بقى اللي هتاخدها من المدافعين السنه دي خصوصا ان اولا المتالقين هم الفول باكات، فبجد انت عندك الاتاكينج ريتيرنز والديفنسيف ريتيرنز سواء كلين شيت او اجوان واسيستات وبوانس بجد بيخلي سقف اللعيب ده عالي قوي، زي ما انت شايف تهالي لو انت شايف انت عندك ريس جيمس وتشيلويل وكانسيلو وترينت الكسندر ارنولد خصوصا الاربعه دول، ممكن تحط معاهم رودجر لو حابب، الخمسه دول كده يعني انت بتتكلم في بقالهم 12 15 10 8 بيجيبوا ارقام مش طبيعيه، وساعات بقى لو فاكرين ارنولد السنه اللي فاتت كان في اسبوع جاب فيه 21 ولا 24 رقم خزعبالي كده، كانسيلو نفس الكلام دايما عنده الماتش بيطلع فيه 18 ويعدي، ريس جيمس لسه عاملها جايب 15 قريب واصل الاسبوع ده جايب 12، روديجر جايب 14، تشيلويل يعني الغلبان يا عيني جاب 9، فيعني لازم تفهم برده ان الدنيا لا اللعيبه دي بقى بيستخدموا كنص ملعب وانت عندك في اللعبه كمدافعين، فدول يعتبروا بجد مش اوت اوف بوزيشن، هم احلى اوت اوف بوزيشن ممكن تاخده، عشان كمان الجون بتاع المدافعين دول بست نقط، فتخيل انا بقيت 3 4 5 6 حلقات بقول لكم يعني احسن سيناريو بالنسبه لي هو الثلاث مدافعين من الثلاث فرق، كانسيلو مثلا وترينت الكسندر ارنولد وتشيلويل او ريس جيمس او روديجر او ايا كان انت عايز مين من تشيلسي، بس دلوقتي الموضوع ابتدى يفكر فيه طب ما انا ممكن ازود، انا ممكن ادبل اب، انا مثلا كنت غبي جدا الاسبوع ده وحسيت ان الدبل اب فكره وحشه وكنت عاجباني قوي فكره ان واحد من كل فريق، فرحت بدلت روديجر وجبت كانسيلو، في الاخر روديجر جاب 14 وزعلني بس يعني ايه ما اديتش قوي والله عدتها، وفي الاخر كانسيلو عوضني ب 12 فكمان الموضوع بقى ايه الطف بكتير، بس لو كنت صبرت وجبت كانسيلو معاهم كانت فرقت معايا جدا بقى، بقى عندي ال 14 وال 12 وال 9 بتاعه تشيلويل والكام بتاعت ارنولد 15 تقريبا، كان هيبقى بجد اسبوع زي العسل، فمن هنا بدات افكر طب ما ممكن اربعه وممكن خمسه عادي ليه ثلاثه بس ويبقى واحد من كل واحد، لا عموما يعني ليفربول مثلا ماتشاتها اللي جايه حلوه، يعني روبرتسون قلقان شويه حاسس ان سيميكاس الصراحه راجل بيلعب حلو قوي ممكن ياخد وقت شويه في الملعب، بس يعني ممكن افكر في فان دايك مع اني لا ممكن اشوف احسن لو رحت مثلا حد من بتوع تشيلسي الدبل اب معاهم يبقى الطف بحكم ان هم كلهم بيزيدوا، عارف يعني تشيلويل بيعمل روديجر بيعمل ريس جيمز بيعمل لما بيلعب، عشان برضه دي عليها ايه علامه استفهام شويه، ربنا يستر وربنا يكمل يا رب ويلعب عشان الواد بجد مبهر في الملعب، فوجهه نظري لازم يبدا يكمل اساسي ما فيهاش جدال يعني، وانا لو هرتبهم لك في وجهه نظري الشخصيه يعني انا هبدا بصراحه ترينت عشان انت متاكد مليون في الميه ان الراجل ده هيبدا كل ماتش، مفيش حد هيبدله، نيكو ويليامز انا اسف مش هيقعد ارنولد فجاه دكه، والراجل اون فورم اون فاير كل اللي انت عايز تقوله قوله، فبتهيألي ده حاليا نمبر 1، كانسيلو يعني انا عارف ان هو بدا 12 ماتش او يعني من ال 12 بس اكيد جوارديولا ممكن يغفلنا في لحظه عادي جدا زي ما غفلنا في دياز عادي، كنا متوقعين ان دياز ده هو اللي ما يتبدلش اتبدل عادي جدا، فوارد ان يحصل كانسيلو في يوم من الايام، نفس الكلام في تشيلسي ريس جيمز ممكن الونسو يرجع، وعلى فكره الونسو رجع وكان على الدكه الماتش اللي فات، فاحنا كنا فاكرين ان هو لسه هيرجع في نص ديسمبر، لا الونسو موجود فعادي ان الروتيشن يحصل، انا بقول لك مش بقول لك ان تشيلو هيقعد دلوقتي، وارد ان هو يحصل في فتره كمان زي ما بقول لك ان الفتره الملتحمه اللي جايه داخلين عليها في شهر 12 و1 دي بتبقى مرعبه، نفس الكلام طبعا زي ما بقول لك ريس جيمز برده ممكن هاتسون اودوي ممكن اسبليكويتا عادي، توخيل بسم الله ما شاء الله بيلعب اي 11 بيعرف يمشي بنفس الاسلوب في كل المراكز تقريبا، فترنت بالنسبه لي نمبر 1، يجي بعديه كانسيلو الصراحه، كانسيلو على قد ما انا تشيلساوي وتشيلويل وريس جيمز دول بالنسبه لي حاجه يعني هنا، بس على قد ما كانسيلو الصراحه مبهر يا جماعه بجد، الواد يعني يمين شمال الاثنين بيلعب عليهم عادي جدا، عمل اسيست بجد ايه ده بجد
اسيست يعني زي ما حد قال عليه بيرلو حاجه فاهم اللي هو يعني بلاي ميكر الصريح. حاجه هزار يا جماعه بجد الواد لمسته للكوره مش طبيعيه. وكمان سيتي ارقامها في الدفاع مش طبيعيه اكتر, فبرضه الراجل موازن بين الاثنين زي الماتش اللي فات ده 12 نقطه مستريحه. عارف حتى طول وانت بتتفرج على الماتش مش قلقان, دايما اي حد عنده مدافع بيبقى قاعد بيتفرج على الماتش متوتر جدا على الكلين شيت لغايه اخر دقيقه بيبقى متوتر. مع سيتي لا انت قاعد فاهم اه شكلها كده كلين شيت فاهم من اول ثلث ساعه كده باينه الدنيا تمام. جري راح مصاب بس حلو قوي الدنيا ايه ريحت خالص. تشيلسي برده نفس الارقام الخرافيه الصراحه في الدفاع يعني ارقامهم برده حلوه جدا. وكمان بقى ايه انت عندك يمين وشمال وكله برايح يعني مثلا في السيتي هو كانسيلو اللي باين قوي, لا الناحيه الثانيه بقى في تشيلسي يمين وشمال شغال يا باشا. ريس جيمز في ناحيه تشيلويل في ناحيه اللي انت عايز تختاره. بس انا بالنسبه لي ترنت وكانسيلو مش عارف ليه الفتره دي حاسسهم هم اولى مش عارف ليه. بس انا الصراحه لازم يكون عندي حد من تشيلسي. انا دلوقتي عندي الثلاثه, عندي تشيلويل كانسيلو ارنولد. انا عايز اجيب ريس جيمز ارجع اوديجارد ثاني عشان ندمت ان انا بعته الصراحه. وده بقى برده زي ارنولد يعتبر بنسبه 100% تقريبا ان هو بيلعب كل الماتشات. اخيرا الصراحه لو عايز تكمل بحد يعني اللي هو يعتبر توب 6 بس ارخص شويه ممكن ريجيلون الصراحه عشان حط جون وكنا بنتكلم عليه فعلا الحلقه اللي فاتت. على قد ما انا قلقت من نزله سيسينيون اللي نزل في الاخر دي شكيت كده قلقت شويه من الروتيشن مستهلي لا صعب شويه وكان الراجل حط جون كمان بالتالي بياكد مكانه اكتر ويعني هنشوف منه ماتشات حلوه مع رن الماتشات الخرافيه اللي عند توتنهام. بالتالي الراجل ده برده ممكن تكمل بيه ب 5 مليون كده في النص محدش ياخد باله ممكن يدلعك في النقط. اخر حاجه بقى نتكلم عليها مش هينفع نتكلم على الهجوم ونتكلم على الدفاع ونسقط نص الملعب فنحط لنا فقره ملوك النص كده نتكلم عليها ايه بسرعه ومن غير ما نطول. اولا انا هبدا بيوتا عشان يوتا يعني احنا عارفين لو فيرمينيو مصاب ومؤكد ان هو مصاب يوتا بيصبح اوبشن غير طبيعي. يعني انا عارف ان في ناس مثلا بتفكر في ماني مثلا الراجل ماشي فورم حلوه جدا جون ورا جون ورا جون برده الراجل جاب 7 اجوان اهو لغايه دلوقتي فماشي كويس ومعاه اسيستات مع كمان دي بروي مثلا ما بيعملش سون لسه هيقول ان شاء الله بس لسه ما قالش لغايه دلوقتي. برونو طبعا ما حدش خلاص كل الناس تعتبر بعد برونو فرنانديز فمش حد نص الملعب غالي قوي. كمان كريستيانو ما بيعملش وكيم مش في احسن حالاته ولوكاكو مصاب والدنيا في الفلوس الغاليه مش موجوده قوي فطبعا ممكن تفكر في مانيه. بس لما فيرمينيو يتصاب يبقى عندك يوتا نفس شويه اللي بيحصل في الملعب بيحصل على الاثنين لكن ب 7 مليون لا ده حاجه بقى معلش لازم يبقى حاجه اوبشن لازم نبص عليه. طبعا المشكله ان هو خد خبطه ركبه في ركبه الماتش اللي فات وكلوب قال عليها حتى كمان في المؤتمر الصحفي بس هي شكلها ان شاء الله يا رب مش حاجه كبيره مش حاجه مرعبه خبطه بخبطه فهي كدمه. احلى بقى ان في ماتشات تشامبيونز ليج الاسبوع ده. اولا كل الكلام على الاصابات وكل الكلام على اللعيبه اللي اتصابت زي رافينيا زي فودن زي كل الكلام ده طبعا هنتكلم عليه انا وسلمى في اللايف رياكشن اللي بنعمله على انستجرام ساعه قبل الديدلاين عشان دلوقتي لو قلت لك حد رجع ابقى كداب لو قلت لك ان هو لسه مصاب ممكن يرجع عادي جدا. فكل ده اولا تشامبيونز ليج بتعرفه لنا ومؤتمرات الصحفيه كمان اللي قبل الاسبوع بتعرفه لنا فبتبقى اخر ساعه قبل الديدلاين بحيث تكون قدرنا نجيب اكتر عدد من المعلومات نقدر نجيبه ونقولها في اللايف رياكشن الناس بقى ايه نلحقها اكابتن مين احط مين دكه كل الاسئله الثقيله اللي بتبقى انا بنفسي بسالها لنفسي دي. فانا بالنسبه لي زي بقى نرجع لموضوعنا ان يعني يوتا لو سليم لا اوبشن حلو جدا في نص الملعب لازم يبص عليه وكمان مش في الغالي فحاجه حلوه جدا. يجي بعدها طبعا اللي بقى لنا 3 4 5 اسابيع اهو بنتكلم عليه جالجر من كريستال بالاس. الراجل كل ماتش بياكد ان هو احسن من الماتش اللي قبليه. حد شاف الجول او الاسيست اللي هو عمل الماتش اللي فات ده الواد فرش الواد فرشه يا نهار اسود كاله كده وراح مباصيها لبنتيكي في الجول تقريبا الاول حاجه جون بجد حلو قوي اسيست حلو قوي يعني الراجل ده لعيب لعيب كبير لعيب 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 يعني. فطبعا جالجر اوبشن حلو جدا ظها انا تهالي هو خذلني الماتش ده انا قلته في الحلقه الاسبوع اللي فات مع عمر راش ان هو اوبشن حلو للكابتنه. 3 اجوان من كريستال بالاس ما يجيبش فيها اجوان دي كانت يعني الصراحه حاجه غريبه عليا بس يعني تمام عشان انا اللي قلتها غالبا عارف كان عمر اللي كان قالها كان مولع الدنيا زي كورنيه بتاع بيرلي قال لك كابتنوه راح جاب جون على طول نفس الفريق بيلعبوا قدامهم والله كورنيه حط كان زها ما مش معانا بركاتك يا عم عمر والله العظيم عشان كده قعدت امسح انا فيك انا والله العظيم مسحت ايدي فيك كده جبت في الاخر 77 نقطه عشان يبقى تعالى كل مره الله يكرمك. اللي بجد اللعيبه بقى اللي بيحيرني ومش عارف دايما اقوله ولا لا اقوله ولا لا انا عاده بخاف اشتريه جدا في الفانتسي يعني غير بقى لعيبه كتير مصابه هو برناردو سيلفا لان برناردو سيلفا من نوعيه اللعيبه اللي هو بيطلع فتره فترتين ثلاث فترات في الموسم يعني ما بيقعدش الموسم كله ممكن يقعد الموسم كله على فكره حلو في الملعب لكن فانتسي لا مش شرط يعني بتلاقي مثلا 4-5 ماتشات وخلاص شكرا بعديها مثلا ب 10 ماتشات 4-5 ماتشات وبعديها شكرا يا تركب مكتف وقتها يا ما تبقى عارف ابعد عنه خالص وخلاص. فانا بجد ما اعرفش اعمل ايه الراجل الصراحه عمال يجيب جون ورا جون ورا جون فخلاني مكسوف. طب لازم اتكلم على الراجل ده مبهر هو يعني كلنا عارفين قد ايه هو حريف لكن هو يكون بقى فعال على الجون كانت دي الحته دايما اللي بيفقدها كفانتسي بقى اسيت مش حلوه هو دايما بعيد اسيست الاسيست بقى اقرب للجون لعب تقريبا 12 ماتش او 11 ماتش من 12 ماتش فالراجل بقى اساسي بنسبه كبيره فبجد بقيت محتار. انتوا قولوا لي رايكم في الرزيع برناردو سيلفا يا جماعه الراجل ده نشتريه ولا لا؟ انا عن نفسي صراحه ما اكذبش عليك انا مش هشتريه يعني ممكن افكر في فودن قلت قبل كذا حلقه هو ده ساعات اللي بيشدني لكن غير كده مش عارف. بعد كده هتكلم صراحه على توتنهام عشان الناس ابتدت تفكر ان هي عايزه تبيع سون او متضايقه ان هو ما عملش الماتش ده او اللي قبليه. لا يا جماعه ما تهزروش هو المشروع لسه بيبدا لسه
كونتي بيحط بصمته وسون داخل اللعب بيرنلي اللي جاب فيها جون كسب بيه بوشكاش، عارف اللي هو ايه؟ لا بيرنلي عادي جدا، سون بيحبهم جدا جدا جدا. ما تبيعش سون بجد صدقني، توتنهام هتفوق. بين الشوطين كانت تويست كده عارف، زي التويستات اللي انت فاكر تشيلسي لما نزل ماركوس الونسو وقلب الخطه وبدينا نكسب من ساعتها وكسبنا الدوري في الاخر. ما بقولش ده يحصل مع توتنهام، بس يعني ايه بين الشوطين كانت فرق قوي. يعني كان الشوط الاولاني كانوا فريق، الشوط الثاني بجد فريق ثاني خالص. فمع شويه تظبيطات كده لا هيشتغلوا صدقني، هيشتغلوا بان يعني كين بس يخرج الكره من رجله بسرعه شويه يوصلوا للجول اكتر، هيوصلوا صدقني. واللي هقوله لك وخلاص صراحه، انا اشتريته اصلا من اسبوعين من كتر ما هو ما كنتش مقتنع بيه قوي، ما رضيتش حتى اقوله في الحلقات والله. هو لوكاس مورا يعني راجل رخيص، فقلت اجرب ايه مش عارف اجيب فلوس سن، فقلت اجرب لوكاس مورا يمكن. راجل صراحه يعني عمل لي اسيست فاحرجني، يعني عمل اسيست وسولو كيم ما عملوش حاجه. فده طبعا اولا رزق وكرم من عند ربنا، ثم ان راجل احرجني في البيت لازم اقوله. الراجل ممكن يعمل حاجه تعوض لو انت مش قادر تجيب سن والدنيا صعبه معاك، مع ان انا لسه برشح لك برده سون هو اللي يشتريه يعني فاهم. ما تفكرش في مورا خالص، لا سون هو الاساسي. لو الدنيا بايظه خالص ممكن تفكر في مورا، يعني ايه ممكن يعمل نص اللي سون هيعمله كده بس بفلوس ارخص بكتير، فتبقى انت ايه ماشي مع الموجه، حتى ايه مش فايتاك قوي، راكب نص موجه كده عارف. نخش بقى على فقره الكابتنه. ويعني بص الصراحه الاسبوع ده هي صلاح، عشان ما نقعدش نرغي وناتي. يعني ايه صلاح ساوثهامبتون هو بيعرف يجيب فيهم، ما بيعرف يجيب في كل فرق الدوري بسم الله ما شاء الله عليه يعني. وبقيه الفرق انا مش مامن لحد قوي عارف، يعني ايه تشيلسي كده جامدين بس انا مش عارف مين ممكن يعرف تشيلسي قدام. ممكن افكر في حد من مدافعين تشيلسي، قلق شويه الصراحه كريستيانو عارف مع المدرب ايه سولشاير مشي، فيعملوا زي ما ايام مورينيو مشي كده ويلعبوا لهم كام ماتش حلوين، ممكن ما يكسبوش بس ممكن يجيب جون. فقلق كابتن حد حتى يعني كده عندي اللعيبه دي في الملعب وهلعب اكيد بتشيلول، لكن مش هروح اكابتنه عارف. والسيتي بيلعب ويست هام، لسه شايفين ويست هام عملت ايه ضد ليفربول، فبرضه الماتش عارف مش مفهوم لسه هيمشي ازاي. نعم خسروا من وولفز 1-0 وبالرحمه، وانطونيو طبعا جابوا شلل لنص الكوكب، بس يعني ايه عادي ممكن فجاه هوب يعكسوا تاني ويلعبوا ماتش زي بتاع ضد ليفربول، وهم عملوها قبل كده على فكره ضد السيتي لو فاكرين، وانطونيو جاب فيهم دبل كيك وكانوا برده ايه كانوا جامدين. فبرده مش مآمن قوي. ممكن سون وكيل اللي عندهم الصراحه، ماتش بيرنلي المفروض يبقى ماتش حلو على الورق على الاقل، يعني بيرنلي بداوا يفوقوا، بس توتنهام تهيألي بيعرفوا يلعبوا ماتش بيرنلي ده كويس قوي. ممكن اللي لسه باقيين على فاردي يفكروا في فاردي ضد واتفورد، مع ان يعني ليستر ماشيه كده وواتفورد ماشيه كده، فالموضوع ايه ما تعرفش هيتقابلوا فين، هيتقابلوا فوق عند ليستر ولا تحت عند واتفورد، وواتفورد تضحك عليهم زي ما عملت في يونايتد الله اعلم. بس يعني المفروض ان يعني لا غير لو طبعا بقى براندن روجرز مش راح مانشستر يونايتد، ساعتها بقى الموضوع عارف هيبقى لخبطه خالص بقى، ومحدش هيبقى فاهم اي حاجه في اي حاجه. فباردي ريسك شويه يعني ايه عارف، ماتش حلو اه في العادي والله، بس المره دي لو عندي هخليه لكن مش شرط كابتنه. ونخش بقى على فقره الدوريات اللي بقى لنا فتره ما اتكلمناش عنها بتوقف دولي، والحلقه اللي فاتت حتى عملناها مع عمر، ما طبعا ما اتكلمناش عن الدوريات. نرجع بقى للدوريات نشوف بقى الدنيا حصل فيها ايه. ولو فاكرين كنت سالتكم من فتره كده قولوا لي توقعاتكم ايه على اخر انترناشونال بريك، بس طبعا كلكم نسيت. المهم سلمى ما زالت متصدره برضه الدوري لغايه دلوقتي ب 784 نقطه. اجي انا بقى في المركز الثاني، فايوه بقى نعلى بقى شويه بقى ب 771 نقطه. راندا مركز ثالث 752، مروان سري 705 مركز رابع، احمد كمال مركز خامس 701، جو مركز سادس 630، ونادر مركز سابع ب 619. اما بقى عن دوري الرزيعه والناس اللي مشرفينا وهوب هاي خالص ولا 700 بقى ولا الكلام الفارغ ده، يعني نبدا بسمير توفيق نمبر 1 على دوري ارزع كده الله ينور 920 نقطه بسم الله ما شاء الله، يعني حافظهم نقطه نقطه انت اكيد. عادل حافظ يجي مركز ثاني 914، مركز ثالث مازن ابو زيد 896، مركز رابع عزي سعيد 883، ويجي مركز خامس احمد محمد 882، وعجبني الاسم خوخة اف سي. وبكده يا رزيعه تكون خلصت حلقه الجوله 13، يا رب تكون المره دي الفقرات ألذ شويه من المعتاد ده، انا بحب بس اكسر الروتين، انا كده كده بحب جدا اعمل الفقرات الطبيعيه بتاعتنا اصبر الحق افكس، بس يعني حبيت اكسر الروتين كده ونغير شويه ونرجع تاني عادي. قول لي ايه رايكم، لو عجبتكم بنعملها من فتره من حين الى اخر كده، ولا نثبت على وضعنا وعادي مش حصلش اي حاجه. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفتح جرس التنبيهات عشان تجيك الحلقات اول ما بننزلها. وكفايه رزع قوي لحد كده.